اهلا بيكم في فيديو جديد. العاب كتير جدا حاولت تركب ترند الباتل رويال وفشلت فشل ذريع، لدرجه خلتنا نشوف ان مفيش اي لعبه تقدر تطبق فكره الباتل رويال غير فورتنايت وببجي، او خلينا نقول ان في الفتره الاخيره ما كانش في اي العاب ممكن نتكلم عنها ومسيطره على كل اللي بنشوفه غير اللعبتين دول، لحد ما اخيرا ومن غير اي سابق انذار ظهرت ايبكس ليجندز. لعبه ايبكس ليجندز ظهرت فعلا من العدم. في يوم سمعنا ان ريسبون شغال على جزء جديد من تايتن فول هيطبقوا فيه فكره الباتل رويال، وبعدها على طول ظهرت اللعبه في كل مكان وبين ايدين كل الستريمرز المشاهير. كان ممكن ايبكس ليجندز يواجهها مصير العاب باتل رويال تانية كتير، ولكن مش ده اللي حصل. اللعبة نجحت نجاح ساحق وعجبت ناس كتير جدا، لدرجة انها وصلت لعدد 25 مليون لاعب خلال اول اسبوع من اصدارها. صحيح ان النجاح ده كان على حساب تدمير محتمل للعبة تانية الناس برضو كانت بتحبها، بس ممكن نتكلم عن الموضوع ده في وقت تاني. طيب السؤال هنا، ايه المختلف في ايبكس ليجندز اللي يخلينا نهتم بيها ونشوف انها ممكن جدا تتفوق على فورتنايت وببجي وتبقى لعبة الباتل رويال الاولى؟ ممكن نقول باختصار ان اللي بيميز ايبكس عن غيرها انها ابسط شكل للباتل رويال بدون تعقيدات البنى في فورتنايت او واقعيه السيميوليتورز في ببجي. وعشان ما تفهمنيش غلط، اللعبتين والميكانيكس اللي فيها ممتازه وليها اللي بيحبها، بس مش بالضروره تعجب كل الناس. اللعبه بتقدم ميكانيكس بسيطه يفهمها اي حد بيلعب شوترز، اساسها ان مفيش اي دامج هتاخده من اي حاجه غير الرصاص وضربات الناس اللي بتلعب ضدك. يعني مثلا مفيش فول دامج، وده معناه ان اللعبه بتديك الحريه تتحرك بالشكل اللي انت عاوزه من غير ما تعمل حساب اي حاجه تاني. وهنا ظهر اول تفوق لايبكس. بالنسبة للإنفنتوري مانجمنت، فاللعبة بتقدم برضو نسخة أسهل وأبسط من الموضوع. ممكن نختصرها إنك لو قدرت تلاقي كل الرصاص اللي تحتاجه والميد باكس والسلاحين الرئيسي والفرعي، فأنت مش محتاج أي حاجة تاني عشان تقدر تكسب الجيم. المواد والذخيرة اللي أنت محتاجها ممكن تلاقيها بسهولة، تستبدلها بسهولة أكتر بأي حاجة معاك في الإنفنتوري. الموضوع تقريبا بياخد أجزاء من الثانية، بحيث إنك ممكن تعمل كده وأنت في وسط الفايت. في نفس الوقت هتلاقي إن الشاشة بتظهر لك المساحة المتاحة ليك. يعني لو أنت من الناس اللي بتتضايق من ميكانيكس الإنفنتوري مانجمنت، فلعبة إيبكس ليجندز هتكون أقلهم ازعاج في الجانب ده. العامل التاني اللي بتتميز بيه اللعبة هو أول حاجة هتلاحظها لما تبدأ اللعبة. أول ما تنزل للخريطة هيكون ليك جامب ماستر، وهو الشخص اللي بيحدد مكان نزولكم كفريق من 3 أشخاص. طبعا ممكن تنزل لوحدك، ولكن جوهر اللعبة والشعور اللي بتوصله لك إنكم لازم تلعبوا كفريق، بالتالي من مصلحتكم إنكم تفضلوا سوا ساعة الدروب. مفيش أي لعبة باتل رويال بتلزمك إنك تلعب في فريق، حتى لو نزلت سكواد ممكن جدا تنفصل عن فريقك وتنزل لوحدك وتلاقي نفسك كسبان في الآخر، وده مش هيحصل هنا إلا لو أنت شراود مثلا. وبما إننا بنتكلم عن الفريق، فخلينا نسأل سؤال، إيه اللي بيحصل لما بتموت في أي لعبة باتل رويال وأنت بتلعب مع أصحابك مثلا؟ غالبا اختياراتنا بتبقى حاجة من الاتنين، يا إما بترجع اللوبي وتروح تعمل كوباية شاي على ما أصحابك يخلصوا الجيم، أو بتكون ديكتاتور وتخليهم يعملوا سوسايد أو كويت للجيم. في إيبكس ليجندز أنت عمرك ما بتموت فعلا، الموضوع شبه موت أبطال مارفل ودي سي في الكوميكس، طول ما فريقك لسه عايش يبقى فيه فرصة إنك ترجع وتكمل لعبة مرة تانية، وده بفضل البانر سيستم، وهي حاجة مش موجودة في أي لعبة تانية. طول ما فريقك يقدر يستحوذ على البانر بتاعك بعد ما تموت ويوصله لواحدة من الريسبون بيكونز الموجودين في الخريطة، فأنت تقدر ترجع مرة تانية. ممكن تسأل إيه اللي يجبر فريقك يعمل حاجة زي كده؟ مفيش إجبار حقيقي، بس زي ما قلت اللعبة مصممة تقريبا عشان تتلعب كفريق، فطول ما الفريق مش كامل المكسب هيكون أصعب بكتير. ممكن نسأل برضو ليه الموضوع هيكون أصعب؟ ده بسبب العامل المميز الثالث للعبة، وهو الكلاس بيست سيستم، الشخصيات أو الهيروز في اللعبة. زي ألعاب الهيرو شوترز، كل شخصية في إيبكس ليها قدرات ومزايا ممكن تفيد بيها الفريق بشكل ما، زي شخصية لايف لاين اللي تعتبر هيلر، وباث فايندر اللي ممكن تعتبره سكاوت، وجبرالتر الأقرب للتانك. التعاون والتنسيق بين الشخصيات دي في كل فريق هو اللي بيضمن ليك فرص أحسن في الفوز، وبالتالي هو اللي هيخلي كل أعضاء الفريق حريصين إنهم يحموا بعض ويساعدوا أي عضو في الفريق إنه يرجع مرة تانية، لأن ده في مصلحتهم لو عايزين يكسب. ده يرجعنا لنقطة إنك هتحتاج لفريق تواصل وتلعب معاه عشان تقدر تكسب وتستمتع باللعب. والموضوع على عكس باقي الألعاب مش هيكون بالصعوبة المتوقعة لما تلعب مع حد غير أصحابك، وده يرجع للعامل المميز الرابع للعبة وهو البينج سيستم. بساطة البينج سيستم مش معناها أبدا إنه إضافة فرعية للعبة، على العكس ده من مكوناتها الأساسية. نظام البينج اللي قريب جدا من النظام الموجود في ألعاب الموبا بيسمح لك تقريبا بتحديد أي حاجة موجودة على الخريطة، مكان عدو أو سلاح أو ذخيرة والهيلث باكس وغيرها، وده مفيد جدا لكل أعضاء الفريق عشان يقدروا يلعبوا مع بعض حتى لو مش هيتكلموا عن طريق الصوت. وده بيدي وظيفة فرعية لكل أعضاء الفريق إنهم يكونوا سكاوتس، يستكشفوا البيئة حواليهم وينبهوا باقي أعضاء الفريق بوجود خطر أو أي أداة تانية ممكن تفيدهم. أعتقد كلنا ممكن نتفق دلوقتي إن اللعبة بتتمحور
بشكل كامل حوالين اللعب كفريق. كل الالعاب التانية ممكن تلعب فيها سولو او دو، لكن مش في ايبكس ليجندز. اللعب هنا دايما تريف، وده يعني انك عمرك ما هتقدر تغلب سكواد كامله لوحدك من غير فريق، ولو حصل كده فده لان مستواك عالي جدا، وكمان عشان انت محظوظ جدا. مهما كان مستواك كويس في اللعبه، دايما هتحس ان الهجوم على سكواد كامله حاجه غلط، حتى لو قدرت تقتلهم كلهم. ده شعور مش موجود في اي لعبه غير ايبكس ليجندز، بيأكد على وجوب عمل الفريق اللي بيدعمه كل عامل من العوامل اللي اتكلمنا عنها. طيب خلينا نتكلم دلوقتي عن جانب سلبي شويه. على قد ما انا بشكل شخصي سعيد بظهور لعبه زي ايبكس ليجندز، على قد ما انا حزين على الثمن اللي كان لازم ندفعه عشان ناخد اللعبه دي. في اول الفيديو اتكلمت ان اللعبه ظهرت بعد اشاعات ان ريسبون بتشتغل على جزء ثالث من تايتن فول، والنتيجه كانت ان لعبه ايبكس ليجندز ظهرت باعتبارها اللعبه دي. يعني ايه؟ يعني باختصار مش هنشوف لعبه تايتن فول 3 في اي وقت خلال سنه 2019 على الاقل، وده بيكمل سلسله طويله من المواقف اللي فيها ابيوز واساءه من اي اي بتعامل بيها سلسله تايتن فول، برغم انها واحده من احسن الشوترز الموجوده على الساحه، ده اذا ما كانش الجزء الثاني منها الاحسن فعلا. ولولا ميعاد الاصدار والحمله الدعائيه الظالمه جدا من اي اي اللي كانت بتفضل باتل فيلد على حساب تايتن فول 2، كان الوضع اختلف تماما. يمكن الشيء الوحيد اللي خلينا نتغاضى عن حاجه زي دي هو ان لعبه ايبكس ليجندز على الاقل طلعت بشكل كويس جدا، وكانت لعبه ممتعه فعلا فيها روح اسلوب اللعب بتاع تايتن فول. طيب هل كل ده معناه ان ايبكس ليجندز من غير عيوب؟ اكيد لا. ناس كتير شايفه ان المونيتايزيشن في اللعبه مبالغ فيه، وبيركزوا تحديدا على ان في شخصيتين مقفولين ورا حاجز دفع مبلغ مالي، او انك تلعب لمده معينه عشان تقدر تفتح شخصيه منها. لكن في الحقيقه دي مش مشكله فعلا، لان اولا لو انت بتحب تلعب ايبكس ليجندز فعلا، فالوقت اللي هتاخده عشان تفتح الشخصيه مش طويل جدا مقارنه باي لعبه بتتطلب تجميع بوينتس عشان تفتح بيها شخصيات. وثانيا لان الشخصيتين مش بيأثروا على تجربه اللعب، هما مش اقوى ولا عندهم قدرات خارقه اكتر من الشخصيات المفتوحه، بالتالي مفيش اي مشكله ان الشخص يلعب ضدك بشخصيه منهم عشان يقدر يشتريها بالفلوس، يعني مش pay to win باختصار. عدا الشخصيتين فكل جانب تاني من اللعبه تقريبا مشابه جدا للعبه اوفر واتش من حيث نظام اللوت بوكسز. وخليني اقول كمان ان نظام اللوت بوكسز في ايبكس ليجندز عادل اكتر، لان اللعبه بتوضح لك بالتحديد ايه اللي ممكن تلاقيه وايه فرصك بالظبط انك تلاقي اللي انت عاوزه. غير كده اللي ممكن تشتريه مش اكتر من مجرد سكنز، صحيح ان في سكنز منهم تقريبا سعرها $20 لوحدها، بس ده مش موضوعنا. لعبه ايبكس ليجندز مثال للعبه باتل رويال قدرت تخلق لنفسها شخصيه مستقله، وبكده قدرت توصل للمكانه اللي هي فيها حاليا، وده اللي يخليها نتوقع انها هتحافظ على المكانه دي. لحسن الحظ ان ايبكس ليجندز مش اللعبه الوحيده اللي قدرت تعمل كده، في اكتر من لعبه تانيه غير ببجي وفورتنايت قدرت تحقق المعادله دي، بس ده موضوع هنتكلم عنه في فيديو تاني قريب. قولوا لنا رايكم في لعبه ايبكس ليجندز، وايه هي العاب الباتل رويال اللي شايفين انها تستحق اهتمام اكتر من ببجي وفورتنايت. كان معاكم عبد الرحمن احمد، اعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا فولو لعرب هاردوير على تويتر وفيسبوك وانستغرام، وسلام.